الرجل الذي بعده ونختم به هو معن ابن عدي ابن عدي رضي الله عنه، أيضا شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المجاهدين. والله تعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عن محمد بن سعد قال: قال الزهري محمد بن شهاب الزهري قال عروة وابن الزبير قال رحمهم الله جميعا: بلغنا أن الناس بكوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، بكوا عليه حين مات، وقالوا: والله لوددنا أن متنا قبله، نخشى أن نفتتن بعده. فقال معن، وهذه من مواقفه الطيبة المشرفة، قال: لكني والله ما أحب أني مت قبله. قال: حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. وهذه فيها فائدة عظيمة، هذا ما ذكره ابن الجوزي عنه، وهذه فيها فائدة عظيمة وهي الثبات على الدين والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما أصله ودعا إليه أبو بكر رضي الله عنه وصدع به: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والثبات على الدين، لا يستقيم العبد أمام فلان وفلان فحسب، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وحسنه من رواية معاذ وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا تكون مستقيم وثابت، تكون مستقيما ثابتا في جميع أحوالك. وبعض الناس في هذه البلاد في وسط إخواني يكون قويا في السلفية ويهجر أهل البدع ويشتد عليهم ويرد عليهم ويدعو إلى التوحيد وإلى السنة ويصدع بالحق أمام إخواني، ولا نطعن في نيتي، نسأل الله التوفيق والإخلاص للكل من إخواننا ومن غيرهم أن يتوب على الكل وأن يردنا وإياهم إلى الحق. ولكن إذا ذهب إلى مكان بعد فيه وابتعد عن إخوانه تجده يضعف ويتراخى، خاصة مع الحزبيين، مع الحزبيين ومع أهل البدع، ويقول بأني وحدي. التوفيق أن تكون ثابتاً على الحق في كل مكان وفي كل الأحوال. مما يعين على الثبات أربعة أمور: الأمر الأول الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ثانياً الإيمان: كلما اجتهد العبد في الطاعة وفي أعمال البر وزاد إيمانه ثبت، وخاصة إذا عمق أمر العقيدة والتوحيد، يدعو الله وحده لا يدعو الأموات، يستغيث بالله وحده لا يستغيث بالغائبين، لا يعلق التمائم والحجبات، لا يذهب إلى الدجالين والعرافين والوداعين والمنجمين والرمالين. عقيدته في الله صحيحة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثالثا مما يعين على الثبات فعل الأوامر من أول وهلة، يعني إنسان مجرد ما سمع أمر الله تعالى وعلم الحق يقوم به من أول وهلة ولا يتباطأ، هذا مما يعين على الثبات. قال تعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الأمر الرابع والأخير النظر في سير الأعلام كالأنبياء والرسل
وكأتباعهم وكالصابرين على البلاء وكالمجتهدين في الطاعات، النظر في سير هؤلاء وفي تراجيمهم يعين على الثبات. قال تعالى: كلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه أربعة أمور ومن المعينات القرآن. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فيكثر من تلاوته ومن تعلم أحكامه ومن العمل بها ومن تدبره. نكتفي بهذا القدر، فإذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونواصل في سير هؤلاء القوم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.